وألف مبروك لمالك الجذابة على هذا الانتصار الكبير والمستحق، جابر بن محمد بن جابر العاض المري من قدم لنا الجذابة حتى الرمق الأخير، حتى الأمتار الأخيرة. 9 دقائق 53 ثانية وخمسين جزءاً من الثواني، هكذا تهانينا له وألف مبروك على هذا الفوز. بينما أنقل المايك في هذه اللحظات إلى أحد الزملاء. أسعد الله مساءكم بكل خير وطابت جميع أوقاتكم أيها المستمعين الأعزاء. تستمر هذه الأشواط وهذه الانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان المصير الذي حمل التحديات والإثارات على أرضية هذا الميدان. نهني أصحاب الأشواط الرئيسية، سلابة الذي انتزعت الشوط الأول الرئيسي وتهدي الفوز والناموس لصاحبها بن حفيظ، وبينما شوط الزمول ذهب مع محمد بن خالد بن عطية، ونهنيه بالناموس والانتصار. الشوط الرابع للزمول ينطلق بحفظ من الله ورعايته، باسمه نبدأ وعليه نتوكل ودائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. نبدأ مع الصدارة ونبحر مع المقدمة لكي نعرفكم على الخمس المراكز الأولى، الصدارة والمقدمة مع موادع فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع. آلف هيده المري هو من يتصدر هذا الجمع الغفير ويتحكم بهذا الشوط وزمامه، بينما ثاني المراكز القدوم والدخول من نبراس لمحمد بن راشد بن علي بن قطفه المري هو من يكون على ثاني المراكز. ثالث المراكز يتواجد مبشر شافي بن محمد بن علي الغفراني المري هو من يتواجد على المركز الثالث. رابع المراكز يتقدم هنا الشرس يتقدم هنا الشرس علي بن محمد بن علي بن فطيسال، علي بن محمد بن علي بن فطيس المري هو من يأتي على رابع المراكز. خامس المراكز يتواجد شاهين جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود المري. ها هي الخمس المراكز الأولى والخمسة نجوم المتقدمة، وبكم نعود إلى الصدارة، نعود إلى موادع بن شفيع هو من يتواجد على الصدارة يتحكم بزمام الأمور، ينطلق بانطلاقة وتحدي بن شفيع. موادع على الصدارة فيصل بن شفيع بن فيصل بن سعيد بن شفيع آلف هيده المري، بينما ثاني المراكز يتحرك هنا نبراس، ينطلق نبراس، يتحرك نبراس، محمد بن راشد بن علي بن قطفه المري هو من ياتي على المركز الثاني بتحديات بن دلوان. ركز ركز يا راشد بن دلوان على هذا الاداء الممتاز. بينما ثالث المراكز مراكز عندك يا ابو محمد، ياتي هنا ياتي القدوم والدخول من قبل مبشر شافي بن محمد بن علي الغفراني المري، ياتي بانطلاقه مبشر، ياتي بتحديات هذا الشعار. بينما رابع المراكز يتقدم صوغان حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، يتقدم الشعار الأخضر والأسود بتحديات صوغان، ينطلق على رابع المراكز. خامس المراكز يتقدم هنا يتقدم المرقاب عتيق بن فران بن محمد بن قريع المري، يتقدم مع المرقاب على المركز الخامس. بدأت الأسماء بالتحرك، بدأت الأسماء بالظهور.
الحرة، وبكم نعود إلى الصدارة، نعود إلى الصراع الثنائي موادع ونبراس، في قتال ثنائي، في تحدي ثنائي بين موادع وبين نبراس، بين بن قطفة وأيضا بين بن شفيع. بن شفيع لا يزال يتحكم بالصدارة، يتربع على عرش المقدمة. ينطلق فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع ألف هيدا المري، نبراس على مركز الوصافة وعينه على الناموس. ينطلق هنا محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري، بين من بشر ياتي ثالثا على هذا المسار الممتاز. وينطلق شافي بن محمد الغفراني المري، بينما المركز الرابع بدا صوغان بالتحرك. وينطلق حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، حذاري من هذا الشعار، حذاري من شعار بن مسعود. بينما خامس المراكز ينطلق هنا المرقاب غادم عتيق بن فرا بن محمد بن عتيق القريع المري، يتقدم مع المرقاب على المركز الخامس. لا يتغير أي جديد، أرى أسماء هنا خلف دائرة الخمس المراكز الأولى، لم يحن موعد دخول هذه الأسماء إلا في الأمتار الحساسة، إلا في الأمتار القاتلة. أوعدكم بأسماء جديدة سوف تأتي في الأمتار الحساسة. نعود إلى نبراس، نعود إلى بن قطفة على الصدارة، ولكن شافي ياتي على ثاني المراكز. مبشر ونبراس وصغان ومودع على خط واحد بمستوى واحد، ولكن نبراس يتصدر هذه الأربعة. ينطلق محمد بن راشد بن علي بن قطفة المرية، بينما صغان بن مسعود غادم، حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري على المركز الثاني. ثالث المراكز مبشر شافي بن محمد بن محمد بن علي الغفراني المري. أما رابع المراكز موادع بن شفيع. خامس المراكز اسم جديد، شعار جديد، عفراس غادم، مسفر بن فهد بن علي بن سعيد بن سفران المري. أرى أيضا شعار بن مسعود، شعار الشهواني، شعار القمرة، شعارات سوف تدخل هنا في عالم النداء والإذاعة. عندما نأتي إلى الكيلو ونصف الكيلو يبدون بالتحرك، يبدون هنا بالاقتراب من الصدارة من المقدمة. نعود إلى نبراس وصغان، نبراس من قطفة، نبراس ينطلق على الصدارة، ولكن صغان يسحب بصوت المقدمة، يسحب بصوت الصدارة. ينطلق حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، ينطلق مع نبراس، ينطلق مع نبراس. الله 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 الله. صغان بن مسعود طار صغان، حلق صغان، طار إلى الأمتار النهائية، طار إلى النهاية. ها هو صغان ينطلق مع المقدمة، ينطلق مع الصدارة، ينطلق هنا مع المقدمة، ينطلق بشعار بن مسعود، ينطلق بهذا الشعار الممتاز. بينما الدخول هنا يصل بن مسعود يغادر المنطقة. بن مسعود يغادر هذا الشعار. الله 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 يا صغان، على هذا الأداء الممتاز، على هذا الركض التلقائي. حذرتكم من شعار بن مسعود. ينطلق نحو الصدارة، ينطلق نحو المقدمة. سلام 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 يا بن مسعود.
الورد على هذا الأداء الممتاز، على هذا الركض التلقائي لله درك يا ابن مسعود، لله درك على هذا الأداء الممتاز والركض التلقائي. سلام مسعود، سلام سلام صوغا، سلام ثاني المراكز. ياتي عز الجيش طالب بن حمد علي بن طفل المري ثالث المراكز. اتى هنا عفراس مسفر فهد بن علي بن سعيد اشفر المري رابع المراكز. كان الغدوم من قبل شاهين فهد بن سالم بن محمد بن مسعود المري بينما خامس المراكز. ياتي هنا زكريت سعيد بن فهد بن سعيد بن خديعه المري، تهانينا والف مبروك.